هاي، اهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ فافي. النهارده نعمل لكم حاجه كده، هي يعني فطاري بس نحاول نعملها صيامي. هقول لكم الانجريدينت، هنعمل كوسه بالبشاميل، هقول لكم الحاجات اللي احنا هنستعملها، وبعد كده نشوف هنعمل ايه بالظبط. عندي مشرومز، وبعدين عندي فلفل الوان، وعندي بصله. هو ده اللي هيبقى يعني الحشو بتاعنا. وبعدين عندي موزاريلا تشيز هنحطها في الاخر، الكوسه بتاعتنا، وزي ما قلت المشروم. طبعا ده سمنه نباتي انا سيحتها عشان بس ما تاخدش وقت. وعندنا دقيق، 6 معالق دقيق، وتقريبا 6 معالق او اقل شويه من السمن النباتي. عندي ايه كمان؟ عندي كوبايه لبن صيامي. اللي مش عايز يستعمل اللبن الصيامي ممكن يعمل دبل الاماونت بتاعت الشوربه دي، شوربه صيامي. تقريبا عندي 2 كوباية وكوبايتين لبن صيامي، ما بتعملش فرق كتير الا في اللون يعني. عندي بطاطسايه مسلوقه ومهروسه، لانها طبعا اللبن الصيامي والحاجات دي ما بتديش التكشر اللي احنا عايزينه. اللي مش عايز يحط بطاطس ده فاين، بس يعني شكلها مش هتطلع زي البشاميل بالظبط. البطاطس بتديلها اللون، اول ما بتدخل الفرن بتديلها اللون والتكشر بتاع البشاميل. طبعا هنا عندنا زيت لقلي، هنقلي الكوسه. هقول لكم هنعمل ايه، بس نطلع بقى فاصل صغير كده، واما نرجع هقول لكم بالظبط هنعمل. رجعنا لكم تاني. زي ما قلت لكم عندنا هنا زيت لقلي الكوسه. الكوسه مقطعاها طبعا، لو انتم بتحبوها ناشفه شويه، الكوسه تتقطع 6 بيسز بالعرض، وبعدين 3 بالطول كل واحده، يبقوا 6 حتت. لو عايزينها تخينه وناشفه شويه ماسكه روحها شويه، انا هنا مقطعاها تقريبا 4 حتت، بس ممكن تقطعوها على 3 بيبقى مور كوسه بدل ما تحطوا ورقتين يعني. برضو انا هحمر زيت هو والبصل والحاجات دي، فطبعا بيبقى زيت كتير قوي، بس انا اللي هعمله ايه، انا هحمر المشرومز والبصل وكل حاجه، وبعد كده هحطه في مصفى لغايه ما ايه اعمل الحاجات الباقي، فهينزل الزيت بتاعه كله. وطبعا دي لو انتوا مش عايزين زيت كتير ممكن تعملوا لها براشنج بالزيت، دخلوها الفرن على 400، حاجه بتاعه 10-15 مينتس كده، بس تطرى شويه، مش هيبقى برضو فيها زيت كتير. بس انا بحاول اعملها بالطريقه العاديه جدا، او اللي هي البشاميل، الكوسه بالبشاميل الفطاري اللي هي بتطلع حلوه قوي. طبعا ممكن تسلقوها بس بيبقى فيها ميه كتيره قوي، زي ما انتوا عايزين. طبعا الاكل ده يعني كل واحد زي ما هو عايز، بس في كل الحالات طبعا هتنفع، اكسبت اللي في الميه. انا يعني ادون ريكومندد قوي، لانها بتبقى فيها ميه كتير قوي من تحت وتلوز التيست بتاعها. اوكي، سو اول حاجه دلوقتي انا هعمل ايه، همسك الكوسه بتاعتي دي، هحط الزيت، انا مسخناه اوريدي، هحمر الكوسه. وبعدين تحمير الكوسه بتاعي انا مش هحمرها كتير، يعني يا دوبك هتطرى معايا، تاخد بس قليل بيت اوف كلر وهشيلها من الزيت خالص. الزيت لسه ما سخن، بس ما سخنش قوي، بس اس اوكي علشان وقتنا. احط شويه كوسه كده، طبعا انا بحاول ايه برضو انقي الكوسات اللي هي بتبقى تخينه شويه علشان كلهم يستووا في نفس الوقت. ده اول حاجه هنا هنعملها.
المشروم بقى لازم الزيت يكون سخن قوي، فهجرب واحدة طبعا سخن. هنحط بقى ايه المشروم بتاعنا، وممكن تحطوا كل حاجة مع بعض يعني، ممكن نحط البصل ونحط الفلفل الالوان. طبعا دي الحشوة بتاعتنا، حشوة جميلة قوي كلها خضار. في طبعا اللي يحب يستعمل صوي اللي هو صوي البين ده الصوي يو كان، بس انسى ان هو يعني ايه مش هيلثي قوي، فانا بحب استعمل خضار اكتر. هقلبه بس تقليبه الاول كده علشان يعني كل البصل والفلفل والمشروم يجي عليه زيت، ما يبقاش في حاجه ما عليهاش زيت. ومش هقلبه كتير زي ما قلت لكم قبل كده، لان كل ما بنقلبه كتير اللي بيحصل ان هو بيمرض وبينزل الميه بتاعته وهيبقى صاجي كده مش حلو. فانا بس هقلبه ياخد ايه كوتينج، وهسيبه على النار كده على نار عاليه. هنحطه هنا احسن، النار العاليه عشان ما ينزلش ميه كتير. دي اول حاجه هنعملها. تاني حاجه بقى هنعمل ايه، هناخد تقريبا عندي 5 معالق، نشوف كده لو احتاجنا تاني نحط تاني، وست معالق دقيق، ونقلبهم اكنا بنعمل بشاميل عادي. نسيت اقول لكم طبعا ان انا عندي بطاطسايه مسلوقه. البطاطسايه المسلوقه بتدي التكشر، يعني بتخلي شكل البشاميل شكل بشاميل خالص، مش محتاجين انكم تحطوا موتزاريلا عليها. يعني كده كفايه، عشان احنا مش عايزين زيت كتير قوي، فانا مش هحط المعلقه اللي فاضله من الـ من الـ السمن النباتي. هنا برضو عينيك شور طبعا ان هي ايه غرقانة في الزيت. وزي ما قلت لو تحبوا برشت وتتحط في الفرن على 400 that's fine، بتبقى كويسة كمان. وبعدين ملاحظة تانية، لو انتوا عايزين تخلصوا بسرعة البشاميل ممكن تسخنوا المية اللبن وتسخنوا الشوربة، بتخلص ما فيش يعني ما تاخدش وقت خالص. ريحة جميلة قوي اللي طالعة من الخضار مع المشروم. الخضار والمشروم بقى انا احط عليهم ايه علشان تبقى مديه الطعم الكوسه بالبشاميل، هحط ملح وفلفل وشويه سينمون وناتميج اللي انا دايما بحطهم على اللحمه، فهتدي لها طعم فيري نايس. شايفين الدقيق ابتدى يتحمر، هجيب عندي هنا عشان مش عايزه انا برضو زيت كتير زي ما قلت. عندي نخليها هنا دلوقتي، عندي صينيه احط عليها ورق هطلع عليها الكوسه علشان مش عايزة كمية زيت كتير. شايفين يعني صينية الكوسة بالبشاميل بتخلص النو تايم لو احنا استعملنا كل حاجة في نفس الوقت. شوف اخبار الكوسة ايه، زي ما قلت الكوسة
انا مش عايزاها تتحمر كتير قوي، بس في نفس الوقت مش عايزاها بيضه، لانه هي بيضه لسه مليانه ميه، انا مش عايزه ميه خالص في الكوسه. نشوف برضو الخضار. على فكره الخضار ده نبقى نعمل لكم الحلقه دي مره نفس الخضار ده بجماله كده، ممكن تحط عليه اي خضار تاني وتبقى بس هي اكله لوحدها كده، خضار مع اي حاجه، مع رز. انا عامله لكم الرز هنا بالكركم النهارده جاست كلر يعني، خلص اوريدي وسخن وجميل قوي، نقدمه اما نخلص الحلقه بتاعتي. لازم ايه نتشك على كل حاجة احنا بنعملها علشان ما فيش حاجة تتحرق منا. لسه شوية بس تقليبة خفيفة كده علشان كله ياخد يستوى في نفس الوقت. اللي يحب يحط، على فكرة في ناس بتحب تحط عين جمل في قلب الخلطة دي كمان في الوسط عشان تدي مور يعني فايدة غذائية ومور قرمشة. اللي يحب يحط شوية ممكن، انا ما بحطش، بس اللي يحب ممكن تحط شوية وولنت جوه. طبعا دي واخدة وقت عشان الزيت ما كانش ساخن قوي، بس الباقيين هيخلصوا بسرعة. اوكي والكريمة دايما بنعملها بالويسك، لو عملتوها بالمعلقة ساعات بتكلكع، نعملها بالمضرب احسن. واول ما تبتدي بقى تحمر من تحت هو ده اللي بتعرفه خلاص ان دي ايه بقى كويس. هحط بقى ايه انا دلوقتي شويه بطاطس دي بس عشان تدلنا ايه التكشر بتاعنا اللي احنا عايزينه، مش لازم بهو البطاطسايه. هقلبها مع الدقيق عشان تسخن بس شويه، بعدين ابتدي ايه ازود اللبن. شوية شوية شايفين الكوسة ابتدت ايه لونها تلون. الكوسة لغاية ما ايه شوف هنعمل ايه في اللبن ده. اوكي حط شويه تاني من الكوسه. شوف المشروم بتاعي حاسه ابتدى يتحمر.
همسك ده هحطه هنا، عندي مصفى هحطه في المصفى عشان مش عايزة زيت كتير. دلوقتي نمسك هنا بقى ونشتغل ايه في البشاميل بتاعتنا. ما تخافوش لو كلكعت معاكوا على فكرة، ممكن تحطوها في الخلاط وبتبقى زي الفل في البروسيس، بس هي مش طول ما انتوا بتحطوا شوية شوية مش هتكلكع. وطبعا اللي هو بروفيشنال بقى كده يحط ايه، يحط الكمية كلها اللبن، لو هو سخن بيبقى زي الفل وبيخلص ما فيش وقت خالص. دلوقتي حطوا شوية شوربة، الشوربة هنحط فيها طبعا كيوبر شوربة، فمش محتاجة ان انا احط فيها ملح، احط بس فلفل اسود بعد ما تخلص البشاميل بتاعتي. طبعا بطاطس، علشان كده انا ما عملتش مكرونه، لان مكرونه وبطاطس فوقيها وهيصه يعني a lot of وستارش، هيبقى فيها كتير قوي كربوهيدرات، بس سنس ده خضار كلها فاس اوكي ان انا ازود. وممكن على فكره تحطوا فكره تانية بدل البشاميل، اللي يحبه ممكن يعمل زي بطاطس اللي عملناها البيوريه وتتحط على الوش، هتبقى جميلة جدا برضو. بس هي دي يعني البشاميل بتاعتي، شايفين ابتدت تلف ازاي، دخلت اللبن. السبب طبعا انا بحط شوربة ولبن ان الشوربة بتديلها طعم جميل جدا، غير بس ان هو يبقى لبن وملح وفلفل كده، الشوربه بتديلها طعم حلو قوي. حتى في الفطار انا بعملها تقريبا كده، بحط لبن نص لبن ونص شوربه، بيبقى طعمها احلى من البشاميل اللي هي معموله بس باللبن. نطلع برضو شوية من الكوسة. كوسة بقى بعد ما اطلعها كلها هحط عليها ملح وفلفل، بس ما نحطش ملح على الكوسة قبل ما تتحمر، لانها بتنزل مية كتيرة وبتبقى يعني مش شكلها هيلثي. كوسة كده بتبقى كوسة مرضانة زي ما بيقولوا، او زي المصريين بيقولوا ساعات مسكعة يعني. شايفين بشاميل جميلة ازاي؟ very nice. مش عايزه طبعا ايه اخليها طريه قوي، واول ما تبابل تعمل بابلز كده وهي بتستوي يبقى خلاص تقريبا خلصت. بعد كده طبعا تدوق تشوفوا الملح، لو محتاجين ملح اكتر نزود ملح اكتر. انا هنا هحط فلفل ابيض علشان مش عايزه ايه الوان، just right. نجيب الفلفل الابيض، قبل الفلفل الابيض هوطي هنا على البشاميل بتاعتي شويه، تقريبا هحط نص معلقه فلفل ابيض. ريحته جميله. شايفين البشاميل شكلها جميل ازاي؟ البشاميل بيوتفل بشاميل. اوكي دلوقتي نطلع ايه الكوسه بتاعتنا كده كفايه. ،
بقى الكوسه طبعا زي ما انتم شايفين الكوسه ايه يعني لسه ماسكه نفسها شويه. دي تخينه قوي على القرش. شايفين الكريمه ابتدت تعمل بابل، فهي تقريبا كده فورمية اسدان. اخر واحده ونسيبهم بقى ايه يستووا لوحدهم كده. دلوقتي طبعا انا الزيت بتاعي شايفين مفيش زيت خالص تقريبا، يعني زيت خفيف قوي. هحوج الخليط بتاعي ده، احط شويه ملح وفلفل، تقريبا معلقه ملح. هنا البشاميل بتاعتي خلصت، اتس بابلنج، تعمل بابلز. هاخد معلقه تقريبا ملح كده، لو احتاج تاني احط تاني. تحويج خفيف قوي يعني مش حاجات كتيره. لو تحب تحط حاجات زياده طبعا جوست يور تيست. عندي نص معلقه فلفل اسود، اللي يحب يعملها حاميه يحط فلفل حامي اتس فاين. دي بتروح للذوق بتاع كل بيت. هحط انا ناتميج وسينمون، لو مش عايزين ناتميج وسينمون نص معلقه يو دونت هاف تو، يعني ممكن تكتفوا بالملح والفلفل. نقلب الخليط بتاعنا ده. وندوقه. نشوف اخباره ايه كده. حلو قوي. Alright. دلوقتي زي ما قلت البشاميل بتاعتنا زي الفل اهي. سو انا هعمل ايه ده خلاص. هنجيب بقى الكوسه بتاعتنا دي وده خلاص. هرصها كده، انا هرصها لسبب كمان عشان اقدر اعرف الكميه بتاعتي، عشان احط فوق قد تحت. وارشها كلها بالملح والفلفل على الثانيه دي ما تستوي. جو تقريبا عندي ايه نف ان انا احط تحت وزياده كمان. دي بقى الصينيه بتاعتي. بقت الكوسه الثانيه متستوي. هنروح فاصل صغير وهرجع لكم نشوف احنا هنحط ازاي بقى اللير وهنحط الحاجات الباقيه ازاي.
اوكي رجعنا لكم بعد الفاصل، والكوسه بتاعتنا استوت، هنطلعها برضو من الزيت وهنحطها على الورق عشان مش عايزين زيت كتير، وهنرصها وبعدين نحط الملح والفلفل عليها. دي نفس الطريقة البشاميل الفطاري، بس الفطاري طبعا هنحط لحمة ومش هنحط صلصة، برضو ما فيش صلصة في الكوسة بالبشاميل، بيبقى بس اللحمة هي اللي في الوسط بين الاتنين. فيعني ممكن تعملوا كوسة بالبشاميل زي ما احنا عاملينها كده، وانا اعتقد ان انا عملت كوسة بالبشاميل في حلقة قبل كده. دلوقتي احنا مش عايزين الزيت ده، خليه هنا انسايد، عامل دوشة. هنا بقى طبعا هنفرد دول، هنا الماسك عشان ده سخن، نفردهم بس كده، نحط عليهم ملح وفلفل حتى من ناحية واحدة، لان البشاميل اوريدي فيها ملح والمشرومز والحاجات دي فيها ملح، فمش محتاجين ان احنا ايه نملحها قوي. شايفين الحتت الرفيعه اتهرت شويه، بس اتس اوكي، عشان كده حلو قوي ان احنا نقطعها على ثلاثه، بتبقى تخينه شويه وتشوي شويه، اتس اوكي، بس دي بتطلع طبعا فيري سوفت. There you go. بس نجيب بقى ايه شوية ملح، يعني تقريبا اول شيء نص معلقة ملح تقريبا، هرشها على الكوسة. شوية فلفل اسود برضو، انا طبعا عارفة عيار ايدي، بس هي تقريبا نص معلقة فلفل اسود برضو. اللي يحب يحط زياده فلفل اسود ممكن، اللي عايز يحط عليها ايطاليان سبايس ممكن، لان احنا هنحط عليها تشيز برضو، بس ممكن اللي مش عايز يحط ايميتيشن تشيز زي ما قلت يو دونت هاف تو، بتطلع شكلها زي البشاميل بالظبط عشان فيها البطاطس. اوكي دلوقتي بقى نعمل ايه، ناخد الصينيه بتاعتنا وهنرص الكوسه. للسرعة انا مضطرية استعمل ايديا، لابسة جوانتي anyway، تقريبا هي بتاخد اربعة كده. Here we go. حتة صغيرة دي تركب هنا. بحاول احط الحتت التخينه، لو طلع معايا حتت تخينه قوي نحطها من تحت علشان تاخد سوا اكتر، ف يعني تستوي حلو. اوكي ذاتس جود انف. تاخد بقى ايه المشروم الجميل بتاعي اللي احنا عملناه بالفلفل والحاجات الحلوه دي. لو مش عايز زيت كتير قوي ممكن تحطوه برضو على تاولز وتنشفوه شوية، بس انا شايفة ان هو ايه تقريبا خلص الزيت، ما فيش زيت كتير. هنحط باقي الكوسة على التوب. حط اربعات وبعدين لو فضل حاجة نكمل كده. تقريبا بتاخد خمس كوسات الصينية دي، بتاخد خمسة لست كوسات ترانشات زي ما قلت لكم، هو تلاتات او اربعات زي ما انتوا عايزين.
دي كمان خلاص. نجيب بقى ايه البشاميل بتاعتنا، حركها كده زي ما انتم شايفين، بشاميل رائعه. وبرده الصينيه دي بتاخد تقريبا 5 لـ 6 معالق من الدقيق، ومعاهم 5 لـ 6 معالق من السمنه النباتي. الزيت طبعا كان يوز اويل، بس علشان دي ما فيهاش بيض فانا عايزه اي حاجه تمسكها لي كويس، عشان كده حاطه البطاطسايه، وبرده بحط ايه السمن النباتي. اما بتهدى شويه السمنة النباتي برضو بيمسكها سنة عن الزيت. شايفين يا دوبك يعني واخده زي ما قلت. ممكن قوي تدخلوها الفرن على تقريبا 375، بتاخد around 45 minutes او half an hour، لانها طبعا كل حاجة فيها مستوية، او تحط موزاريلا عليها بتطلع حلوة قوي كمان. لو مش عايزين تحطوا عليها موزاريلا it's fine، بتطلع محمرة وحلوة زي كأنها مكرونة بالكريمة، جميلة جدا. Here we go. احنا عاملين واحده اوريدي، نطلعها لكم دلوقتي اوري لكم شكلها ايه. Here we go. خليني اخد دي الفرن ونجيب اللي في الفرن. هسيب المكرونه بالبشاميل، لو مش عايزين الجبنه وعايزين شكلها زي المكرونه بالبشاميل بالظبط ما تحطوش التشيز، بس التشيز بتأدب للاكله بتاعتنا دي. نجيب طبق ونغرف ايه قلت البيت، وعندي رز جميل عاملاه برضو، لان هو طبعا هي كلها خضار، يعني اللي عايز ياكلها من غير رز ممكن، اللي عايز ياكلها برز ياكلها برز. Here we go. بس نجيب شوية رز. حط جنبها شوية رز كده من الأصفر ده علشان ايه يدي منظر ولون. طبعا لو عندكم اي نوع خضار تاني ممكن تحطوا خضار انسايد، وهتبقى اكله كامله وجميله جدا، وزي ما انتم شايفين كده كريمه على الوش والخضار كله من تحت. فيري نايس ميل. يا رب تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده من مطبخ فافي مع اكله جديده. باي باي.